وانتشر مقطع مصور لزينب ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في إحدى الجلسات التي نظمت في معقل ميليشيا حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. تحدثت فيه ابنة سليماني باللغة العربية إلى الحاضرات، وناشدت أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله الفأر لوالدها، مؤكدة على متانة العلاقات بين بلادها والميليشيا ووحدة المصير للآخر، ومشيدة بجهود الميليشيا في درء الأخطار عن بلادها على حد قولها.